مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة يتبادر إلى أذهان الكثيرين في العراق سؤال مفاده: لماذا يتهافت الفرقاء السياسيون على الظفر ولو بمقعد واحد يمثل كتلتهم تحت قبة البرلمان؟ مجلس النواب يجيب على هذا السؤال ويتحدث عن أسهل وأفضل وظيفة في العالم: نائب في برلمان العراق. في 25 من شهر تموز عام 2016 أنهى المجلس قراءته الأولى لمشروع القانون الذي ينص على إعطاء النواب امتيازات إضافية، امتيازات شملت راتب ومخصصات وزير لكل نائب، كما رفع مشروع القانون راتب ومخصصات رئيس مجلس النواب ونائبيه لتتساوى مع راتب رئيس الوزراء ونائبيه بموجب المادتين 10 و11 من المشروع. وليتمكن النائب من السفر بأريحية تامة، يكفل للنائب ولأسرته جواز سفر دبلوماسي يحتفظ به النائب بعد انتهاء الدورة التشريعية لمدة 8 أعوام. النائب في برلمان العراق الجديد يتمتع بحصانة ضد الملاحقة الجزائية عن الجرائم التي قد يرتكبها ولا يمكن متابعته إلا بإذن خاص. ولا تنتهي تلك الامتيازات بمنح النائب راتبا تقاعديا مدى الحياة يصل إلى 70% من راتبه الفعلي في مدة توليه منصبه، ليتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة. امتيازات موجودة أصلاً منذ تشكيل أول حكومة منتخبة بعد غزو العراق عام 2003، لكنها شرعت بقانون لحماية ما يستنزف خزينة العراق المثقلة أصلاً،